आप सुन रहे हैं जे ए स्टूडियो की इस्लामिक आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد أسوى جزء نزوى عزم له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعباداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخضومنا منزومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والستارة والبناية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرففنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنمر أجدد أطفل أوفق أنمر ثم نشهد أن حبيب ربنا وصددنا محبوب جدلنا ونزلنا ومصلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشفت دجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم خصوصًا على أول الصحابة وعلى أفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى أورع الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمي الشريفين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى